السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ محمد مصطفى أبو بسطام، أهلا مرحبا شيخي كريم. يا مرحبا شيخنا الغالي، الله يرفع قدرك ويبارك عمرك. الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي يا شيخي الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش الله وجميع مرضانا ومرضى المسلمين، وأن الله يمتعكم الله بالصحة والعافية. أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم بإذن الله تعالى ليتمكن فضيلة الشيخ محمد مصطفى من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بهذا الدعاء شيخ الكريم، وهو يعني من الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسأسأل بداية عن صحة هذا الدعاء قبل أن نتكلم عن معناه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك بما لا نعلمه. بداية، صحة هذا الحديث أو صحة هذا الدعاء، وهل يجوز أن ندعو به أم لا؟ نعم شيخ الكريم. نعم، إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. هذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، لكن هذا الدعاء أو هذا الحديث فيه علتان. العلة الأولى هي ضعف عبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي. وقديما قيل لشعبة: لما لم تروي عن عبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي وهو حسن الحديث؟ فقال شعبة: من حسنها فررت. والحسن هنا في هذا الموطن معناه أن هذا الراوي يروي الغرائب، يروي أحاديث غرائب، أحاديث فوائد، لا يروي الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تمام. فهذا الراوي كما قلت كان يبعد الندعة، وكان يروي الأحاديث الضعيفة كثيرا، لذا ضعفه غير واحد من أهل العلم. إذن هذه هي العلة الأولى لهذا الحديث. العلة الثانية هي جهالة الراوي. في هناك راوي في إسناده وهو الذي يرويه عن شداد بن أوس رضي الله عنه، واسمه أبو علي، وهو من بني هذيل. طيب، مين هو أبو علي اللي هو من بني هذيل ده؟ الله أعلم. في جهالة يعني. أي نعم، هذا الراوي مجهول، إحنا مش عارفين عينه. هل هو ثقة أم غير ثقة؟ بالفعل في جهالة. بالفعل. وطبعا معروف جدا عند علماء الحديث أن الجهالة في الإسناد مظنة أو هي موقع لتضعيف الحديث. ليه؟ لأن أنا مش عارف مين هو الراوي الذي حمل هذه الرواية، أنا مش عارفه. لو كنت أعرفه إذا لحكمت على الحديث إما بالصحة أو بالضعف. طب أنا مش عارف، إذا نتوقف فيه ونترك الحديث. تمام، نواصل معنى الحديث. الآن علمنا أن في الحديث يعني علتين أو علتان. نعم شيخي الكريم، ثم نشرح هل يجوز أن ندعو به أم لا، ولكن بعد هذا الاتصال. أم هاجر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ أحمد؟ ازاي فضيلة الشيخ؟ أهلا مرحبا، الحمد لله رب العالمين. حضرتك يا رب. الله يخليك. بقول لحضرتك أستاذ أحمد، أنا عندي 3 بنات، 17 سنة و15 سنة و10 سنين، وباباهم متوفي. فأنا على طول بعمل جهد إن أنا أقول لهم الصلاة الصلاة، مرة إيه أخوفهم
وارهبهم، ومره اجي معاهم بالحنيه كده واقول لهم عشان نبقوا كلنا في مكان واحد في الجنه، اللي مش بيصلي مش هيبقى مع مامته في الجنه، يعني بخش لهم من كذا مدخل، ساعات يصلوا وساعات يقطعوها، فانا هتحاسب عليهم، يعني انا بعمل اللي عليا بقدر الامكان. وعندهم كم سنه يا مهاجر؟ الكبيره 17 والوسطانيه 15 والصغيره 10 سنين. ما شاء الله، ربنا يحميهم لك يا رب. حاضر، ربنا يكرمك يا رب. يا رب وياك. ام احمد السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا. كنت سالتك الله يخليك، كنت سالتك استاذ احمد على حديث اللي بيقوله ان ايه الرسول عليه الصلاه والسلام ما صلاش على المدينه. عليه الصلاه والسلام. وكنت سالتك على حكايه الاسد، يعني لا هاتي الحديث، هاتي صلى الله عليه وسلم، هاتي السؤال الاول مره اخرى يا ام احمد. اجيب لك السؤال مره ثانيه، بقول لك الحديث بتاع الرسول عليه الصلاه والسلام اللي بيقوله فيه ما صلاش على المديون. على المديون؟ ايوه. طيب صلى الله عليه وسلم. والسؤال الثاني يا ابني، انا عايز استلم القسط، يجوز ولا ما يجوزش؟ حاضر ماشي، سلام. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمة الله، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أمة الله، تفضلي. تفضلي. السلام عليكم، مستمع حضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا، تفضلي. نوطي صوت التلفزيون ونرفع الصوت، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم استاذ احمد. يا مرحبا، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. اتفضلي. ايوه. اتفضلي يا فندم. احنا من اسوان يا فندم، انا من اسوان معجبه بهذا البرنامج، زادكم الله علما. واياك، ربنا يتقبل منا جميعا، تفضلي. من اسوان. اختنا من اسوان، اهلا ومرحبا، اهل اسوان الطيبين. أنا لي سؤال لو سمحت حضرتك. اتفضلي. أنا لي سؤال عند حضرتك. أنا كان زمان علي أيام شيخ ما تشبكوني، يعني عشان الحمل والرضاعة وكده يعني. أيام؟ أنت مش متأكدة عليك أيام ولا لأ؟ لا، أيام صيام، وبعدين كنت علي شهور، علي شهر اثنين كده يعني، بس مش فاكراهم كام يعني. فبعدين ايه، انا كنت بصوم اثنين وخميس وسته البيض وكده يعني، بس ما كنتش بنوي لايه للصيام، للسداد يعني. فبعدين سمعت من حضراتكم واحده سالت اخت صالحه، فقالت لها لا لازم تكون بالنيه. طيب تمام، واضح السؤال. انت كنت بتصومي لكن ما كنتش حاطه في اعتبارك في النيه القضاء. شيخنا يجيبك. حاضر، السلام عليكم. نعم. معانا ولا لا؟ طيب حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام. عليكم. وعليكم السلام يا شيخ احمد. اهلا مرحبا، تفضلي. معاكم عبد الرحمن من القاهره. اهلا مرحبا يا ام عبد الرحمن، تفضلي. شيخني حضرتك، والدتي كان وهي سنها في الثلاثينات كده و25، جاتها قرحه في المعده وكانت تنزل دم من بقها وكده، وكانت ما بتصيمش خالص، اخذت 7 سنين وهي مش مصيم رمضان، فاخذت عهد على نفسها ودعت ربنا ان ربنا كرمها وصامت رمضان، تصيم رجب وشعبان ورمضان ورا بعض، بس تفصل في رمضان وفي رجب وشعبان الجمعه بس، وتصيم الشهر كله. وبعدين يعني ده يعني حرام عليها ان تصوم الشهرين ورا بعض والحد رمضان، ولا تفصل ولا ايه بالظبط؟ هي نذرت هذا النذر يا اختنا؟ نذرت الحد يعني ما تقابل وجه كريم. ربنا يعطيها الصحه والعافيه. حاضر حاضر. ده يعني حرام ده ولا ترد على حضرتك؟ حاضر، في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. سلام عليكم. السلام. امه الله، اهلا ومرحبا يا امه الله، تفضلي. تفضلي يا فندم. حضرتك عايزه رقم الشيخ مع الشباب في الكنترول. من اراد رقم الشيخ قبل الدخول علينا ياخذ الرقم من الشباب في الكنترول ان شاء الله تعالى. هل هناك سؤال؟ السلام عليكم يا اختنا امة الله. يا مساء، اسمي غاده. من؟ اسمي غاده. اهلا مرحبا يا استاذه غاده، تفضلي. اهلا بيك. حضرتك عندي سؤال في الميراث. اهلا مرحبا، تفضلي. اهلا بيك. انا مدرسه لغه عربيه. انا من الحقيقيه. حضرتك والدي ورث بيت هو وعمتي، وعمتين عمتي
عمتين، بابا ليه نص البيت بيسمر ونص التاني بين بابا وبين عمتي، عمتين الاثنين ماشي. بابا كان بيديهم حقهم في الميراث اكل وشرب. يعني والد حضرتك ليه نصف البيت ده لوحده، والنص الثاني هو شريك لاختي اللي هم تمام تمام. طب لحظه بس حضرتك، انا عاوزه حضرتك تدعي ان بابا يدي بقيت عماتي لهم كان بيديهم حقهم في الميراث اكل وشرب، فانا عاوزاه يديهم حقهم فلوس ماشي. ده سؤال. ثاني حاجه حضرتك معايا يا استاذ احمد؟ ايوه يا فندم. نعم. طب في رؤيه ممكن الشيخ يفسر لي رؤيه؟ اتفضلي. طيب رأيت رؤية فيها قرآن إن شاء الله كويسة، بس أنا فعلا مش عارفة معنى تفسيرها. رأيت إن أنا في جوار بيت مامتي وبابايا، في بيت قديم قاعد على كرسي، وفي ده بيت شاب اسمه رأفت قذيف مش عرضي، وفي كلاب بتنبح في بيت تاني بجواره، ده بيت ولد اسمه وليد ممدوح قذيف مش عرضي أكبر مني بسنة. فالكرسي اللي أنا قاعدة فيه العادي طار، وبقول إيه؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة آية الكرسي ولا له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وبعدين كرسي بيها هبط في بيت مامتي على بيت مامتي. قرأت آية الكرسي عشان نختصر الوقت بس يا أختنا. أيوة. الله يرضى عنك. بعد دخلت بيت مامتي وبابايا وبقيت أمان. شكرا لكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأمان الله. نعم شيخ الحبيب، هذا الدعاء يعني حضرتك قلت في الحديث أن في الحديث علتين، وعلتين اسم إن مؤخر، تمام؟ أن في الحديث علتين، الشاهد في الكلام أندعو به أم لا ندعو به، خاصة أن كثيرين منا، وأسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من الرياء ومن أمراض القلوب، أمين يا رب العالمين، قد يتسلل إلى قلبه بعض الأشياء الخفية التي لا يدري هل هي من الرياء أم ليست من الرياء. وبعض العلماء يقولون إن هذا الدعاء فيه علاج من الرياء والعياذ بالله، فندعو به أم لا؟ نعم. إن كان الشخص سيدعو به لكن لا ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فله ذلك، يعني يدعو به كأنه مقولة كأنه قول، لكن لا يعزو هذا ولا ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى لا يدخل في الافتيات والكذب عليه صلى الله عليه وسلم، لكن يدعو به على سبيل السرد، يعني مثلا إيه زي ما قلت ما يقولش قال رسول الله، لا يقوله كأنه دعاء خالص خالص عادي جدا يعني، لكن لا يعزوه ولا ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك طبعا أن هذا داء وبيل، وحضرتك يعني وضعت يدك على مكمن خطير جدا ألا وهو الرياء. نسأل الله السلام. ينبغي على العبد أن يعلم أن قلوب الذين يرائي بهم بيد الملك سبحانه وتعالى. يبقى إذن تعب طبعا معروف الحديث متوفرة جدا في مسألة الرياء، يعني وفعلا الرياء يعني أشد من دبيب النمل إلى القلب. فينبغي للعبد أن يراقب الله عز وجل سبحانه وتعالى، وأن يخلص نيته وأن يخلص أعماله لله عز وجل. هؤلاء الذين ترائي بهم لماذا ترائي لهم؟ الله عز وجل هو سبحانه وبحمده الذي ينبغي على العبد أن يخلص عمله وأن يخلص نيته له سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، يعني أي أن مكمن الأعمال إنما تكون بالنية. طيب لماذا يرائي العبد؟ والله عز وجل يقول في الحديث القدسي يوم القيامة لهؤلاء الذين يراؤون، يقول سبحانه وتعالى لهم اذهبوا فخذوا أجركم ممن رأيتم به، اللي انت بترأهم ده روحوا خذوا بقى أجركم من هؤلاء، واضح ازاي؟ فطبعا زي ما قلت لازم للعبد يخلص نيته لله عز وجل. الإنسان زي ما قلت لا يشرك مع الله عز وجل في العبادة أو في الدعاء أحدا، يعني دلوقتي مثلا الواحد رايح يصلي ليه؟ كي يطرب بثناء الناس ولا علشان يرضي ربنا بالفعل. يبقى الواحد لازم زي ما قلت، عشان كده كان سفيان الثوري رحمة الله عليه يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. يبقى ايه تتقلب علي؟ عمال اجيب نيتي كده وعمال احاول بخمس عنا اخلص في نيتي، ونفسي تقول لي لا، بس برضو الناس لما اشوفك كده انت رايح المسجد كده يقولوا عليك ما شاء الله كويس، ومثلا الانسان اللي انت لما تنفق كده والناس تشوفك كده وانت بتنفق ممكن قد تساوي الانسان نفسه كده. ده هذا ما اعلمه. نعم. الانسان قد يعلم من نفسه هذا وقاصد وعنده نيه انه هو يريد ان يرائي،
وما لا أعلمه. ما هو يعني الإنسان قد لا يعلم أنه مرائي وهو مرائي، نسأل الله العفو والعافية. ما هي دي آفة أخرى، إن الإنسان لا يعني هو مرائي ولا يعلم أنه مرائي أو أنه يرائي، وهذه كما قلت مشكلة كبرى. إذ إن الإنسان إن علم الداء فبيحاول أن هو يستعمل له دواء. طيب إذا كان هو غافل عن هذا الداء، إذن فكيف يتأتى له الدواء؟ يبقى لازم الإنسان زي ما قلت يقاوم نفسه، يجاهد نفسه. والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يبقى لازم الإنسان يجاهد نفسه. ليه؟ لأن نفسك لا تستقيم لك على طريقة، والنفس من عادتها ومن طبيعتها تحب التطلع وتحب الرياء وتحب العجب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، قال صلى الله عليه وسلم كان في سنة الترمذي، قال صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطؤهم الناس بأقدامهم. ده جزاء من جنس العمل. هو كان ماشي في الدنيا رافع هامته ورافع رأسه فوق وشاف الناس دي كلها ملاش أي قيمة، واضح، إلا نفسه. في الآخرة يحشر هذا المتكبر كأمثال الذر يطؤهم الناس بأقدامهم. الناس مش شايفينهم أصلا. ليه؟ لأنه كالذر كالرماد مش شايفينه خالص. يبقى زي ما قلت لازم إنسان يخلص نيته ولا يرائي مع الله عز وجل أحدا، لأن ما هناك أحد على الإطلاق يستحق أن يرائي له العبد في عمل، لأن العمل إذا دخله شائبة رياء أحبطه الله عز وجل ولم يقبل منه شيئا. نعم، أسأل الله العفو والعافية. آمين يا رب. ويعني في مبلغ علمي الحديث المذكور صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه من طرق أخرى، فهل لو في اختلاف وأحد الناس قال بهذا التصحيح هل يجوز لنا مع الاختلاف أن نأخذ به أما الأفضل الترك؟ لا خلاص، يعني كان هو سيأخذ بتصحيح الشيخ الألباني رحمة الله عليه فله ذلك، يعني يكون هذا عمدته. لكن كما قلت الذي يرتعي نعم 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 أن في حديثي علتك فيه مقال. نعم فيه مقال. نعم وجزاك الله خير، هذه من باب الأمانة العلمية. جزاك الله خير شيخنا الكريم، وأسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية. لضيق الوقت وضيق المقام يعني نكتفي بهذا القدر، وعلى ان شاء الله تعالى في حلقتنا نواصل باذن الله تعالى، لان مساله الخفاء والرياء نسال الله عز وجل العفو والعافيه، ونريد الاعمال تكون متقبله. يا رب تقبل منا صالح الاعمال، ونحبك في الله فضيله الشيخ محمد. ام هاجر ربنا يرضى عنا وعنك يا شيخي، ابناؤها او بناتها يعني 17 و15 و10 سنوات بالتخويف والترهيب والتحبيب، مره تصلي مره ما تصليش، ساعات وساعات. أسأل الله الهداية لأبنائنا جميعا وأبناء المسلمين ولنا جميعا. ماذا تعمل معهم شيخي الكريم؟ والله يعني أسأل الله عز وجل أن يجزيها خير الجزاء، على أولا أنها تقوم على هؤلاء البنات وتربيهم وتنشئهم تنشئة طيبة بعد موت الوالد رحمة الله عليه، فهذا شيء يحمد لها، وأسأل الله عز وجل أن يجزيها خير الجزاء على هذا. لكن برضو أنا نصيحتي لأختنا الكريمة أن هي برضو تحاول مع الأولاد، تجاهد معهم، تحاول ترغبهم وترهبهم، وتحاول برضو تقرب منهم، وتحاول تحببهم في الصلاة وترغبهم، وتعملوا مثلا جوائز وتدعو لهم. الدعاء برضو له يعني سر عظيم وله صبر. يعني أين وله طبعا سبحان يعني الدعاء ده فعلا كنز نحن نغفل عنه، واضح. فهي برضو تستعمل معهم، تسأل الله عز وجل كثيرا الدعاء لهم بالصلاح والهداية، وتحاول معهم، تجاهد معهم، تنصحهم، تعظهم، ترغبهم، تراهبهم، تقربهم منها، تحببهم في الصلاة، تخلي مثلا صحبتهم الكويسين يقربوا منهم، يرغبهم برضو في الصلاة إلى آخره، والله عز وجل إن شاء الله سيصلحهم لها. اللهم أصلحنا جميعا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وضعت مبلغا ماليا متساوية أو مبالغ مالية متساوية لأبنائي في حسابات بنكية بدون فوائد، كل مبلغ لا يبلغ النصاب ولكنها مجتمعة تزيد عليه على النصاب، فهل عليها زكاة؟ ووضع لكل ابن وكل بنت مبلغا متساويا. متفرقين لا يبلغون النصاب، مجتمعون يبلغون النصاب، فالزكاة. هو طبعا هو القيمة تحسب على الكل لا على الأجزاء، بمعنى ان مثلا احنا لو جمعنا المبلغ ده كله سيكون قد بلغ او قد جاوز النصاب، في هذه الحال يخرج عليه لان هو صاحب المال. أصبح المال هبة لكل واحد من الأبناء في ذمته المالية،
يعني هو خلاص خرج خلاص من خرج من عهدته يعني خرج من عهدته. طيب خلاص اذا في هذه الحاله اذا لو المال ما زال في عهده الوالد لو في عهده هو يخرج الزكاه. المال صار في عهده الابناء خلاص. وفي ذمتهم الماليه لكل خلاص. ابن خلاص, خلاص. نعم. اصبح المال دون النصاب ان لم يكن يقصد الحيله او التحايل. نعم. هو يرجع الى نيته. نعم جزاكم الله خير شيخنا الكريم. كثر في هذه الايام بين النساء حديث اعطاء النبي عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها تمرة فما صحت هذا الحديث؟ يعني أنها لما كانت حائضا يعني؟ نعم هو لما كانت حائضا طبعا معروف أن اليهود كما ذكر هو صلى الله عليه وسلم في الحديث أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يطعموا معها ولم يشربوا معها ولا تبيتوا معهم في بيتي. تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد مخالفة اليهودي فكان صلى الله عليه وسلم يأتي بالكوب أو يشرب مكان فم عائشة رضي الله عنها ويريد بذلك صلى الله عليه وسلم مخالفة اليهودي وأن المرأة حتى لو كانت عندها العذر الشرعي هذا لا يمنع من أنها امرأة طبيعية جدا. يعني هذا العذر لا يمنع الرجل من التواد ومن المحبة بل إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما تقول عائشة كان إذا كنت حائضة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها أن تأتزر أو تتزر فيباشرها صلى الله عليه وسلم. كما قلت هذا كناية على مخالفة اليهودي بأن المرأة هي المرأة لكن حدث عندها عذر أو عندها مثلا الدورة الشهرية التي تأتي لبنات آدم عامة. نعم. فهذا لا يمنع الرجل من أن يكون معها في البيت وأن يطعم معها وأن يشرب معها. نعم وأن يتودد إليها طبعا وأن يكون أكثر منها قربا في هذه الفترة. صحيح. الحالة النفسية للمرأة تحتاج إلى تودد الزوج. نعم صحيح. أم أحمد تسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان ما يصلي على الإنسان الذي كان عليه دين صلاة الجنازة شيخي كريم؟ نعم هذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مات رجل من أصحابه فلما حضرت الجنازة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هل على صاحبكم من دين؟ فقالوا نعم. قال إذن صلوا على صاحبكم. امتنع صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال أبو قتادة دينه علي دينه علي. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل ثم بعد أيام لقيه أبو قتادة قابل النبي صلى الله عليه وسلم لقي النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال يا رسول الله قد أديت دين صاحبنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن برد جلده صلى الله عليه وسلم. فيعني كان هذا من هديه صلى الله عليه وسلم حتى يعني الإنسان يحاذر قدر المستطاع من مسألة أن يكون عليه ديون أو ما شابه ذلك. صلى الله أن يقضي عن المسلمين ديونهم. آمين يا رب العالمين. لو أرادت أن تشتري شيئا بالتقسيط أختنا الفاضلة هل تفعل أم لا؟ لا حرج في هذا تفعل ما شاءت يعني. نعم جزاك الله خيرا. الله يحفظك. لكن بلا توسع. لا قدر المستطاع. قدر يكون المستطاع. هذا في حاجة لطبعا مسألة بيع التقسيط فيها خلاف بين العلماء لكن احنا لا انا هي سألت السؤال ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلاش او لم يصلي على المديون. وسألت السؤال الثاني لعلها تخاف بعد عمر طويل ان ماتت وعليها ديون الاقساط. اي نعم. فهي لا تحاذر من هذا ويكون هذا الامر بحسب او بتقدير يعني. مش مفتوح على الاطلاق يعني. بارك الله فيك سيدي الشيخ. نعم اختنا من اسوان يعني تخاف أن يكون عليها بعض الأيام تقول يعني قرابة الشهرين أو أكثر كانت تصوم الاثنين والخميس وما زالت والستة من شوال ولم تنوي في القديم القضاء. نعم. كانت تتنفل. نعم. فهل لو جعلت يعني يقولون بأثر رجعي ما صامته هو القضاء لها أن تفعل هذا يعني تغير النية بعد ما فعلت وقامت بالعمل؟ لا يجوز هذا تستأنف أمرها تستأنف العمل يعني من دلوقتي تبدأ إن شاء الله الأيام اللي هي هتصومها دي أيام النوافل دي هي كفارة لما عليها من الأيام لما مضى فهو نافلة. لا خلاص بقى وليس له شأن. لا لا ولا خلاص. علاقة ب... ب... لا لا. بال... بالأيام التي عليها. لا تفعل هذا. وزيت الجنة فضل الشيخ محمد. أم عبد الرحمن في أمها الله يعطيها الصحة يعني في الثلاثينيات من عمرها لمرض ما صامت 9 سنوات ونظرت نظرا إن لو ربنا أكرمها وصامت واستطاعت أن تصوم رمضان سوف تصوم رجب وشعبان ورمضان عدا الجمعة. نعم. فهل توفي بهذا النذر توفي نعم. بهذا النذر نعم. أم لا؟ نعم. يعني توفي بهذا طبعا وتحاول قدر المستطاع أنها تقضي ما عليها إن استطاعت إلى ذلك سبيلا. أما إن كانت مريضة ومرضها مرضا مزمنا فلا يعني تحاول بقدر المستطاع أنها تكفر
أو تطعم هذه الأيام التي عليهم. يعني لو استطعت أن تفعل وأن تنذر هذا النذر أو تنفذه وتوفي به لا بأس. هذا طبعا من شروط التي ذكرها الله عز وجل من صفات عباده المؤمنين، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أحق أن توفوا له، يعني إنسان إذا كان عليه نذر قال فدين الله أحق أن يقضى. نعم. إنسان حدق مستطاع أنه يكفر الأيام التي عليه. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مطلع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضلي. حضرتك بالنسبة للحديث اللي حضرتك بتقول عليه التمرة ده، الحديث اللي هو متداول بين النساء أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى السيدة عائشة تمرة وبتقول لهم بتحبي مين أكثر من زوجاتك؟ فقال لها إيه؟ أنت خذ التمرة دي وما تبلغيش إيه؟ زوجات يعني. وبعدين فرح لحاجات انت مش تابع بيهم، فجابهم بالليل كده، فراح لف على كل واحده ادها تمره وقال لها ايه، كل واحده تخلي التمره معاها وما تقولش لحد ان انا اديتها تمره يعني. وبعدين فجابت ايه، فاجتمعوا بيهم بكوا كده، فقالوا له بتحبي مين اكتر؟ السيدة عائشة قالت له بتحبي مين اكتر؟ قال لها صاحبة التمره. هل ده الحديث ده صحيح؟ أما مش صحيح. جزاكم الله خير. وإياك معك سؤال كده تتمة الرواية. ده قصة، ده فيلم هندي، ده مش حديث. نعم. جزاك الله خير شيخنا الكريم، صلى الله عز وجل يمتعك بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم أمين رب العالمين. تمام. السؤال الثاني، أختنا مدرسة لغة عربية ربنا يحفظكم جميعا، أبي ويعني وعمتها في بيت ميراث، نصف البيت للوالد والنصف الآخر هو وأختها. الشاهد في الكلام أنها تريد من فضيلتكم أن تدعو أباها بأن يتقي الله عز وجل في أختيه ويعطيهما حقهما. نعم شيخ الكريم في الميراث. نعم. أسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يشرح صدره. ينبغي على الإنسان طبعا، وهذا أمر متيقن وكلنا نعلمه جميعا، أن الإنسان إذا دخل قبره لا يأخذ خردلة، يعني كما كان بعض السلف يقول ما تركناه هذا الورثة، وأما ما ستقدم عليه هذا الذي أنت ستكون رهين عملك هذا. طيب أنت هل يسعدك أن تترك هذا المال للورثة وتحاسب عليه؟ ما هو السؤال عن المال يتكون من جزئيتين، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. طب أنت اكتسبت المال ده منين؟ ما حرام، ما أنت بتاكل دلوقتي حرام. والله عز وجل يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذا المال مال حرام، أنت ظلمت إخواتك، المال ده لن تنتفع به، والمال ده ستحاسب عليه وسيكون وبالا عليك إن لم تتب إلى ربك وترجع الحقوق إلى أهلها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في يوم القيامة أن حتى القصص ده يكون بين الحيوانات، حتى تقتص الشاة الجلحاء من الشاة القرناء في قصص يوم القيامة. طيب أنت المال ده، المال ده مال حرام، ليه ترتضي على نفسك أنك أنت تأكله أو تأكله عيالك وبعدين أنت هتموت ومش هتاخد معك حاجة؟ طيب اتق الله في نفسك، المال ده سيكون وبالا ويكون نارا عليك في قبرك، فاتق الله في نفسك ولا تأكل هذا المال، هذا مال حرام ومال سحت. نعم. أختنا يعني رأت نفسها في بيت واحد اسمه رأفت والتاني اسمه وليد ممدوح، لا أدري علاقة الأسماء هل هي أسماء حقيقية أم لا، ووجدت نفسها تقرأ آية الكرسي، فهل هناك تفسير لهذا المنام؟ نعم. والله أنا الأخت يعني أسأل الله عز وجل أن يحفظها، هي بتقول أن هي برضو رأت كلاب أو ما شابه ذلك في الرؤية. يبدو والله أعلم أن في حد كلاب تنبح. نعم. بالبيت. نعم. يبدو أن في حد والله أعلم بيتكلم عليها، كلام غير طيب أو كده، وبرضو ممكن يكون في حاجة مش كويسة يعني. فكونها هي قرأت آية الكرسي فهذا شيء محمود وشيء طيب جدا، أن هي بتدفع عن نفسها أي أذى قد يلحق بها، وأسأل الله عز وجل أن يحفظها وأن يبارك في عمرها. أمين يا رب العالمين. حديث التمرة، هل الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت حضرتك يعني ذكرته بما ذكرت. نعم. مسألة التمرة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى السيدة عائشة تمرة وأخبرها ألا تخبر أحدا من نسائه، ثم بعد ذلك أعطى لكل واحدة منهن
نفس تمرة أخرى، فقال يعني بقية نعم. الرواية طبعا صحيحة كلام غير صحيحة، كلام باطل وكلام منكر وليس له أساس ولا أصل من الصحة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، وهذا صحيح. الكلام من أساطير الأولين، وللأسف الشديد هؤلاء يكذبون اللي بيضعوا الأحاديث دي أو بيألفوا القصص دي يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدخلون في وعيد الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، هو القائل إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتقوا الله في أنفسهم ولا يقولوا إلا حقا ولا يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. برضو النساء يحاذرن من أن ينشرن هذه القصص وهذه الروايات وهذه الأكذوبات يعني على الجروبات وفيما بينهم، فليتقوا نعم. الله في هذا وليمتنعوا. نعم نتأكد. نعم شيخي كريم نعم. هذا سؤال. السؤال الآخر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم أن يبارك فيكم ويسعدكم في الدنيا والآخرة، جزاكم الله خيرا على هذا الدعاء. السؤال، هل الإنسان إذا شعر بضيق هل يكون الله غير راض عنه، وماذا عليه أن يفعل حتى تطيب نفسه مرة أخرى؟ لا يعني الإنسان طبعا كونه مثلا متضايق أو يجد في نفسه شيئا هذا علامة من علامات سخط الله عز وجل؟ لا ليس كذلك. الله عز وجل قد يبتلي العبد ويمتحنه سبحانه وتعالى لكي يرفع درجته. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صهيب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء صبر شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى الإنسان زي ما قلت العطاء ليس دليل محبة، والمنع ليس دليل بغض، لا. الله عز وجل قد يمتحن العبد، وهناك درجات في الجنة لا يصلها العبد بعمل، إنما يصلها ببعض الابتلاء وبعض الامتحان وبعض الاختبار. فزي ما قلت الإنسان لو كان متضايق شوية ده ليس مظنة سخط أو غضب الله عز وجل على العبد. نعم، لكن مع الاستغفار والذكر وكثرة الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم طبعاً طبعاً. النفس تطيب وتهدى. ما هذه جنة الدنيا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم ارزقنا، اللهم ادخلنا هذه الجنة يا رب. الله آمين يا رب العالمين. اللهم اشف شيخنا الكريم فضيلة الشيخ شعبان درويش وارزقه الصحة والعافية. أسأل الله العظيم أن يشفيه، أسأل الله العظيم أن يشفيه، أسأل الله العظيم أن يشفيه وكل مرضانا والمسلمين. آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا لهذا الدعاء لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخص فاته قيام الليل، هل يجوز جمع نيتي صلاة الضحى وقيام الليل الفائت في آن واحد؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وإياكم والمسلمين. نعم. نعم يجوز هذا. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه بعض الأضياف كما في حديث أم سلمة فشغلوه صلى الله عليه وسلم عن بعض النوافل فقضاها صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي بعد صلاة الظهر وفي رواية بعد صلاة العصر. فيجوز الإنسان إن كانت هذه نافلة وهذه نافلة أن يجمع بين النيتين اللي هي في صلاة واحدة، يجوز هذا. نعم جزاكم الله خير. ما حكم الهزار والتهريج بكلام خارج وألفاظ مشينة ونقول لصاحب الهزار حرام عليك، يقول إحنا بننصحك بارك الله فيكم، يعني أو إحنا بنضحك، آسف ما حطش النقطة على الفاظ، إحنا بنضحك بنهزر يعني. نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك أحمد في مسندي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للذي يحدث القوم بالحديث يضحك منه ويل له ويل له. يبقى الإنسان يحاول قدر المستطاع أن هو لا يمزح، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث جابر قال كان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، يبقى أنا لكن ما أكذبش. عشان كده تلاقي ناس كتير عاملك شرايط نكت ومسرحيات إلى آخره، لهذا كذب. ويل للذي يحدث القوم بالحديث ليضحكوا منه ويل له ويل له. يبقى زي ما قلت الإنسان مفيش مشكلة إن احنا نداعب، مفيش مشكلة إن احنا نهزم، مفيش مشكلة إن احنا نضحك فيما بيننا، لكن لا نقول إلا حقا. لكن الإنسان يكذب ويألف قصص من خيالاته ومن أفكاره وبعد كده عشان يضحك الناس، لا هذا كذب وهذا لا يرضاه الله. زي ما قلت انت لما تقرا في كتب، على فكره الكتب في كتب كتير جدا تلاقيها مليانه ضحك،
يعني مثلا لما تقرأ في كتاب مثلا مثلا البخلاء للجاحظ او للخطيب البغدادي، او كتاب التطفيل للخطيب البغدادي، او كتاب الحمقى والمغفلين لابن الجوزي، تضحك حتى تستلقي. لكنها قصص حقيقيه، حاجات حقيقيه. نعم، واضح ازاي؟ مش من الخيال. أيوة، من الواقع، مش كذب بقى. لا، فليتقوا الله في انفسهم ولا يقولوا الا حقا. نعم، جزاك الله كل خير. نعم شيخي الكريم، ماذا يفعل كثير السرحان في الصلاة، وهل صلاته باطلة لكثرة هذا الأمر؟ نعم شيخي الكريم، لا، الصلاة صحيحة، لكن ينبغي على العبد أنه يناجي ربه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ينصب وجهه تجاه وجه عبدي إذا قام في الصلاة. فإذا التفت العبد يقول الله تلتفت إلى غيري، يعني تخيل الله عز وجل ينصب وجهه تجاه وجهك، والإنسان يعزب عن وجه ربي سبحانه وتعالى، يبقى هذا يعني ليس من الأدب. انت لو في واحد بيكلمك ووديت وشه الناحيه الثانيه يقول لك انت مش واخد بالك، هو انت كلامي مش يعني مش عاجبك، او انت لا، يبقى زي ما قلت الله ينصب وجهه تجاه وجه عبدي اذا قام في الصلاه. وهناك احد السلف الكبار اسمه كثير ابن عبيد الحمصي، سئل عن عدم سهوه في الصلاه وقد اما اهل دمشق 60 سنه. تخيل 60 سنه ولم يسهو في صلاه واحده. فقيل له في هذا فقال: والله ما دخلت من باب المسجد وفي قلبي شيء سوى الله. يبقى الإنسان يستجمع قوى عقله وقوى قلبه أنه يناجي ربه. لذلك كان بعض السلف، وهو منصور بن ذاذان، كان إذا دخل في الصلاة كان يصفر ويخضر. فقيل له في هذا فقال: تعلمون بين يدي من سأقف؟ أنت ستقف وستصف قدميك بين يدي الله سبحانه وتعالى. فزي ما قلت، يحاول بقدر المستطاع ان هو يستجمع قوى عقله ويركز في الايات ويركز في الصلاه ويحاول يستحضر قلبه واحده واحده، وان شاء الله الامور هتيجي بامر الله. نعم، جزاكم الله شيخنا الكريم. هل يجوز للمراه ان تجلس امام ابن خالتها وهي يبدو انها ربته وهي منتقبه وهو بالغ حاليا، يعني تخلع النقاب امامه، يعني تعرف اكبر منه في السن وهي اللي مربياه، فلو خلعت النقاب امامه ما الحكم؟ لا 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 يجوز هذا، لا يجوز. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فقال: افرايت الحمو هو اخو الزوج، يعني فان الحمو الموت. وكذلك كل ما هؤلاء، طبعا هؤلاء اجانب عن المراه، حتى وان كانت المراه تكبر، لكن طالما ان المراه لم تكن من القواعد فمثل هذا يعني لا يجوز ان ترفع النقاب امامه. ما حكم رجل متزوج بامرأة عرفي علشان القبض المعاش، يعني تريد لتنفصل عنه وهي يهددها بتشكيكها بالفلوس اللي هيشتكيها يعني في الفلوس اللي أخذتها خلال السنوات الماضية من المعاش؟ نعم، هذا رجل سوء، إذ أنه يستغل ضعف المرأة. طبعا هو زواجه صحيحا إن كان هذا بعقد صحيح وبشهود والأمر معروف، لكن هذه المرأة تأكل مالا حراما لا يجوز لها، لأن المال ده مش من حقها، فهي تأكل مالا حراما ولا يجوز لها أن تفعل هذا. وكما قلت، هذا الرجل رجل سوء، إن هو كونه يستغل ضعفها ويهددها، يبقى ده ما يستحقش أصلا أنك أنت تعيش معها. هتطلقي، عايزة تطلقي، هدخلك السجن بالمنطوق كده. ده ما يستحقش أنك أنت تبقى عليه أصلا، لأنه راجل مش أصيل، مش ابن ناس. نسأل الله العافية. آمين. هل ممكن أتوضأ قبل أن أدخل الحمام ثم أغتسل في الحمام؟ هل كده يكون الغسل صحيحا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما عرفنا أو علمنا صلى الله عليه وسلم الغسل، كان يتوضأ صلى الله عليه وسلم قبل الغسل، لكن هتتوضأ قبل الدخول وبعد كده تغتسل جوه، طب ايه العله من كده؟ يبقى يغتسل او يتوضا في محله او في مكانه ويغتسل بعدها مباشره يعني. جزاك الله خير. انا اعيش في امريكا وبحكم ضيوف العمل لا اتمكن من حضور صلاه الجمعه في المسجد في كل مره، اذا انه في بعض الاوقات تفوتني اكثر من جمعتين، فما حكم ذلك وجزاكم الله خير؟ اسال الله عز وجل ان يصلح حاله وباله وأن يوفقه وأن يوسع عليه. لا يا أخي الكريم، حاول بقدر المستطاع، أن هذا لا يجوز، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يترك 3 جمع متوالية يطبع الله عز وجل على قلبه. وطبعا هناك وردت أحاديث عديدة في فضائل يوم أو في فضائل صلاة الجمعة، ولا يجوز الإنسان أن يتكاسل عن صلاة الجمعة، فهي اسمها جمعة لاجتماع الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: من بكر وابتكر وغسل
واغتسل ودنا ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وصلى، كتب الله عز وجل له بكل خطوة تكفير ذنوب سنة، كتب الله عز وجل له قيام عام بقيام صلاة وصيام. يبقى زي ما قلت ده أجر عظيم جدا ما يجوز للإنسان أن يتخلف عنه، ويحاول قدر المستطاع صاحبنا أن هو يجاهد نفسه ويحاول بقدر المستطاع أن هو يصلي الجمعة، يعني يواظب على صلاة الجمعة حتى وإن فاتته في مرة لا تفوته في الأخرى. نعم جزاكم الله خيرا. ختاما شيخي الكريم، ادعوا لأبنائي بالهداية لأنهم في ظروف صعبة، نسأل الله أن يحفظهم وأن يبارك فيهم. نعم. وفي أبناء المسلمين. نعم. وبنات المسلمين، وأن يحفظ المسلمين في مشارق الأرض. آمين. وفي مغاربها. فضيلة الشيخ محمد مصطفى أبو بسطام، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم وجزاكم الله خيرا على قبول الدعوة. أنا يعني اتصلت بك بعد الظهر بعد اعتذار شيخ الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش، وجزاكم الله خيرا أنكم لبيتم، وهذا عهدنا بكم شيخ الحبيب فضيلة الشيخ محمد مصطفى. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.